بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم باللقاء التمهيدي لمساق تصميم منطق الحاسوب أو Digital Logic Design. طبعا باللقاء التمهيدي إحنا بنشرح عن السيلبس اللي هو توصيف المساق، وطبعا اسم المساق هو Digital Logic Design، والكود الكورس اللي هو ITCS 1314. طبعا الكريدت أور تحته 3 ساعات، وطبعا هو ما فيش في جانب عملي، هو نظري بحت، بواقع محاضرتين في الأسبوع، محاضرة وجاهية ومحاضرة إلكترونية. لكن صراحة موضوع الوجاهي لازال مش واضح، إنما في نهاية المطاف كل المحاضرات هتكون مسجلة، هتنعمل إلكتروني، وطبعا في اللي هو الفيديوهات المساعدة بتاعت السنة اللي فاتت برضه هتكون موجودة، زي ما شفنا مع بعض في الرياضيات منفصلة هيكون نفس الشيء، نفس الفكرة، نفس الآلية. لكن احنا هنحتاج موضوع الوجاهي بالدرجة الأولى للامتحانات النصفية والنهائية والكويزات، وهنعمل طبعا اللي هو محاضرات وجاهية للمراجعة إن احتاج الأمر، وهنحدد احنا المواعيد براحتنا يعني، وحتى بنحدد القاعات اللي احنا يعني برضو براحتنا، لأنه في مجال في الجامعة بالنسبة للقاعات وبالنسبة للمواعيد. فضل كلام احنا هنشوفه مع بعض من خلال الموقع بتاع الفيسبوك. وخلينا ننوه هنا بالنسبة للموقع بتاع الفيسبوك، طبعا أنا بتمنى من الجميع أن يكون مشترك في المجموعة، لأنه كل عملية التواصل والإعلانات زي ما شفنا الكلام هذا في المنفصلة. طبعا الموديل نفس الشيء، أنا هضيف كل شيء برضو على الموديل، لكن الموديل ما بيسمحش لموضوع الأسئلة والاستفسارات والتعليقات زي الفيسبوك، فاحنا بنعتمد أنه الفيسبوك مجموعة طبعا رسمية ورئيسية، وهي مرجعية أساسية حتى في الإعلانات وفي المقررات في الواجبات إلى آخره. لكن هنستخدم إحنا الموديل لموضوع الواجبات، يعني تسليم الواجب هيكون عن طريق الموديل ممكن، إنما بالنسبة للكويزات والامتحانات هذا يكون كله وجاهي، وهيكون طبعا كله نظام ورقة وجاهي. طيب بالنسبة للمادة هاي، المادة هاي طبعا هي في خطة كل التخصصات، كان كمبيوتر ساينس أو تطبيقية أو حتى موضوع الشبكات. وطبعا هذا كان بده تعديل، احنا في 2020 2021 ما فيش عندنا اوفيس اورز، يعني اوفيس اورز احنا موضوع التواصل ممكن يصير خلال مجموعات الفيس، نظرا للظرف الحالي عشان موضوع جائحة كورونا، وحتى موضوع غلبة في المواصلات، لانه هذه كمان مشكلة تانية احنا ما عشناهاش. يعني هل بالنسبة للجامعة موضوع المواصلات كيف حتصير في ظل انه ما فيش هالدوام لكل الطلاب الى اخره؟ طبعا الكلام خليه مع مرور الوقت ونشوف ايش اللي لصالح الطلاب هنعمله. توصيف المساق، انا مش هحكي توصيف المساق، انما هذه اللي احكي لك العناوين هنا برضه مش هتفهمها علي، لكن الكلام هذا حنعيشه كله مع بعض خلال الكورس. المادة هاي بتتميز بانه كلها مترتبة على بعض، ليس زي الردات المنفصلة، يعني مش مواضيع معينة منفصلة عن بعض، لا، يعني من أول محاضرة إلى تقريبا آخر محاضرة كله مترتب على بعض. فبالتالي موضوع بنفعش إنه إحنا نأجل دراسة محاضرة أو مهارتين ونكوم زي المنفصلة، ربما بنفع، بس في المساق هذا بتاع اللوجيك ديزاين لا، لا بدك انك تتابع المحاضرة اول باول. وطبعا زي ما عملنا الفصل اللي فات على مجموعات الفيس، انا بنزل المحاضرتين، المحاضرة اللي بسجلها والمحاضرة بتاعت السنة اللي فاتت اللي هي المساعدة، وبنزل طبعا احنا الواجبات اللي هنلزمك في موعد بتاعتها، بالاضافة لان حطيك فرصة بانك تسأل الاسئلة اللي بدك اياها، طبعا على اساس انه خلاص يعني تبقى المحاضرة عندك مفهومة يعني. طيب نفس الشيء هترك المجال هالتقراه بالنسبة للأوبجكتيف، لكن احنا طبعا موزعين اللي هو المواضيع الديجيتال والنمبر سيستم واللوجيك جيتس والامور هذه، طبعا العناوين العريضة، وهذا تقريبا يعني قديش بنحتاجها كم اسبوع لإلها. لكن بنحاول نبدأ في اول فصل، يعني بنشد باول فصل، بنحنا نعطي المحاضرات نضغط بالمنهج عشان ما نضغطش في الامتحانات النصفية، ما نضغطش في الامتحانات النهائية، وحتى بكون عندنا كمان يعني وقت اكثر للمراجعة، وان احنا نهضم اللي هو الكورس بشكل افضل. بالنسبة للتكست بوك اللي هو التكست بوك الرسمي تاع المساق، طبعا اللي هو هذا اسمه، وانا نزلته على المجموعه كبي دي اف فورمات، فيش داعي انك تطبعه، ممكن تقراه من البي دي اف كمرجعيه، لكن برضه الاعتماد الرئيسي كله حيكون من خلال النوت والمحاضرات، انا بفصل لك كل شيء من خلال النوت، طبعا بالاضافه مع الكتاب يعني كمرجعيه. هاي كتاب تاني اذا حابب انه كمان برضه موجود عندي، اذا حابب ننزله
يعني برضه كمرجعية، أو من النت ممكن تنزله فيش مشكلة. نيجي بالنسبة لموضوع الكويزات والامتحانات، طبعا الكويزات والامتحانات كلها وجاهي، وحيكون عندنا عدد الكويزات ممكن يكون 5 ممكن يكون 6 حسب. طبعا كل 3 أو 4 محاضرات لما نخلص موضوع ميجر معين حننزل إعلان عشان نقدم الكويز، والكويز طبعا حيكون وجاهي لأنه هذا الكلام احنا عندنا منه بالإلكتروني الفصل اللي فات، فكان الطلاب بيقول لك لو كان وجاهي كان أفضل. حنعمل وجاهي الكويزات وإن شاء الله العلامات بتكون أفضل. نفس الشيء بالنسبة لامتحان النهائي وامتحان النصفي. طبعا بالنسبة للواجبات، في ملاحظة بالنسبة للكويزات، طبعا الكويزات ممكن نعملنا 5 أو 6، ممكن نلغي واحد منهم اللي هو نعتمد 4 من 5 أو 4 من 6، يعني بتعطي فرصة للطالب هنا لو غاب عن كويز أو إنه صار عنده خلل في كويز ما إنه يعني يقدر يعوضه بكويزات اللاحقة. بالنسبة للواجبات برضو نفس الفورم اللي احنا السنة اللي فاتت، حيكون كله ورقي وطبعا كله موقع ومختوم، وحيتم تسليمه برضو بشكل يدوي، هيك أريح طبعا للجميع. او ممكن نحن نختاره ان احنا نسلمه على الموديل، برضه فيش مشكله عندنا، يعني تصور تبعت لي على الموديل ايش المناسب لكم احنا هنعمله، مش هتفرق كتير. طيب نكمل مع بعض بالنسبه لموضوع المختبر. المختبر ما فيش حيكون مختبر لانه هذه الماده ما لهاش جانب عملي. بالنسبه لموضوع الويب سايت للكورس، طبعا في 2 ويب سايت، اللي هو الويب سايت او المصدر الرئيسي اللي هو موضوع الفيسبوك، مجموعه الفيس، والمصدر الثاني اللي هو الموديل. الموديل هيتم من خلاله طبعا كل شيء بننزله على الفيس موجود على الموديل، من محاضرات من واجبات من رابط للفيديوهات، وحيتم تسليم الواجب ان حابين نسلم الواجب عن طريق الموديل فيش مشكله. والشيء الثاني وهو الاهم اللي هو موضوع الفيس، مجموعات الفيس، عشان موضوع الاسئله وطرح الاسئله والاستفسارات، فبالتالي وعمليه التواصل كلها بتصير عن طريق مجموعات الفيس. طبعا احنا بعتنا رسائل للجميع بموقع برابط الفيس، فبتمنى من الجميع انه يكون يعني داخل المجموعات حتى في خلال يعني الاسبوع هذا. احنا الاسبوع هذا حابين ننزل ايش المحاضرات. بالنسبه لموضوع توزيع الدرجات، طبعا لاحظ الكويزات عندنا 30% والواجب والابحاث 15، الامتحان النصف 15% والنهائي 40. لكن طبعا هنا هو اجمالي الكويزات ومع النهائي هو نهائي، يعني النهائي حيكون من 70، فقسم منه الامتحان النهائي اللي هو من 40 زائد اجمالي الكويزات اللي هم 30، هيك احنا حصلنا على 70 من للنهايه. فبالتالي ما طبعا موضوع الكويزات هنا موضوع مهم، والكلام هذا احنا ما عشناهوش السنه اللي فاتت موضوع الكويزات، لكنه حنطبقه ان شاء الله. الكويزات زي ما حكينا حيكون عندنا حسب 3 4 محاضرات، احنا هنعمل اعلان على مجموعه الفيس. بالنسبه للكويز الحضور طبعا ضروري، اللي ما بيحضرش هيروح عليه الكويز، فيش تعويض للكويز، عشان هيك احنا معطين 4 كويزات نعتمدهم من 5 عشان نعطي فرصه للطالب انه يروح على امتحان او انه ما يزبطش في هذا. بالنسبه لتوزيع الدرجات، هذا طبعا كل شيء يتعلق بالمحاضره التمهيديه الخاصه بشرح توصيف المساق. بتمنى لكم التوفيق جميعا، ونراكم ان شاء الله بالمحاضره الاولى، ويعطيكم الف عافيه.